أول شغلة طبعاً أنا عم بشرح التيبل في عدة طرق، لكن إجمالاً أنا بعطيكم طريقة الأسهل والأسرع، بس إذا شخص بيعرف طريقة تانية بيقدر يرسمها رسم كذا ما في أي مشكلة، مهم النتيجة. نحن دايماً يا أخوانا لما بدنا نشتغل مع التيبل، التيبل بتكون عبارة عن columns and rows. الكولمز هن الأعمدة الفيرتيكال والروز الأسطح. هلأ بالأول بأول كم وحدة أنا رح أعطيكم تقريباً عدد الكولمز عدد الروز لتقووا شوي، بعدين أنتوا لازم تصيروا تقدروا تعرفوا لحالكم. هون أنا أعطيكم أنه هي 16 بثلاثة، مبين أنه هي 16 كولم، أكيد مش 16 رو. هلأ الثلاثة رو هني هيدا أول سطر وهيدا الثاني سطر من هيدا المطرح لهيدا المطرح، وهيدا العريض كله يعتبر شو؟ يعتبر سطر. أوكي؟ هلأ بينما هون منلاحظ أنه لا صاروا سطرين أو كذا، نحن دايماً بناخد الأكبر العدد الأكبر وبعدين منصير بمطارح تانية ندمجهم مع بعض. هلأ الستاشر كولمز هني إذا بياخد هيدا 1 2 3 4 5 6 وهودي تقريباً 2 أدها و 8 وهيدي النص وهيدي النص، فإذا 8 و 8 16. طيب كيف منبلش نحن نأسس لهيدي التيبل؟ رح نجي نقول له insert table. هلأ فيك دغري تاخد من هون انت بتحدد قديش الروز والكولمز، او فيك تقول له شو insert table تكتب له انت بدي 16 عمود وثلاثة روز. اوكي هلأ هون في بعض الاوبشنز رح نمرق عليهم بعدين، هلأ ما حيبينوا معي كتير بهيدي التيبل، ولكن بالمبدأ fixed column width يعني تقريبا إذا نزل هيدا الكلم لنقول 2 سنتي بضل 2 سنتي، التكست بقلبه بصير بيتحرك. بينما auto fit to content بتصيروا أنتوا عم تكتبوا بصير يكبر العمود ويصغر حسب الكونتنت اللي بقلبه، حسب المعلومات اللي عم دخلها بقلبه. كل مرة في شيء حسب، مرات أنا مثلا بدي يكون عم يكونوا كلهم قد بعضهم، لو الكونتنت في شيء مثلا كلمة وفي شيء خمس كلمات بدي العواميد قد بعضهم، مضطر أخذها شو fixed. طيب دخلنا، هو عادة شو بيعمل لما بنزل؟ بيشوف قديش قياس الورقة، وطبعا هودي موجودين بالفيديو الأولاني، أول فيديو نحنا قبل ما بلشنا نعمل أي شيء حددنا شو نوع الورقة، هي A4 size تبعها، وحددنا المارجنز الهوامش، فبيحدد المسافة اللي عنده وبيقسمها بشكل متساوي على عدد الكولمز اللي أنا بدي هون 16. طيب أول شغلة إذا منلاحظ نحنا هون منشوف انه عندي فوق هودي كلهم سوا صايرين شو سل وحده، بيجي بعلمهم كلهم بعمل سيلكشن، بعمل رايت كليك على يا في عندي اوبشن شو اسمه ميرج سل. ميرج سل شو بصيروا؟ بصيروا خليه وحده. اوكي هلا بدي اكتب، عم يطلع الكتيبه شو انجلش، بيجي لهون باخذ عربيك وبكتب بالعربي، لازم تعرفوا تكتبوا كم كلمه بالعربي، يعني الغذاء الصحيح يساوي الجسم. هلا انتبهوا مثلا لهون لحرف لنقول السين، حرف السين فوق مش جاي هيك في ماده، هيدي كمان لازم تعرفوا تكتبوها، بتكتبوا بتكونوا انتم على اللغه العربيه بتحطوا شيفت وحرف الجي بالانجلش، شيفت وجي بصير شو يعمل؟ يمد الحرف. اوكي اي حرف بدنا نمده بنكون نحن واقفين عليه بنعمل شو شيفت جي، مثل هون مثلا بدي مد الياء بكبس بالياء شيفت وجي. اوكي هلا بنحطها على النص، حطيناها على النص مشي حالها هيدي. هلا هيدا الثاني اذا بتلاحظوا من هون عريض شوي، في عده احتمالات، في منهم بكبروا الخط، بس يكبر الخط مثلا ممكن اعمل هيك انا واقول له هون بدل الخط 11 الخط يصير شو 12 18، شايفين كيف عم تكبر؟ بس هيدي فيها مشكلة انه شو انه انا ما بدي الخط يكبر، انا هون هلا صرت بس اكتب، شايفين الخط كيف صار كبير، انا ما بدي الخط يكبر، انا بدي هي تعلى بس بدون ما الخط شو يكبر. كرمال هيك فينا نعلمهم لهودي الخلايا اللي هن مثل رو واحد، وبنجي على تيبل تولز. دائما بس كون عم اشتغل مع التيبل بيفتح لي اوبشنز خاصه بالتيبلز بيكونوا موجودين بهون، تاب اسمه تيبل تولز، في ديزاين وفي لاي اوت. بضمن اللاي اوت في هودي التو اوبشنز، هودي فيك تغير بارتفاع الرو وبعرض شو الكولم. اوكي بصير هون انا بكبس بصير زيدهم، شايفين
صاير انت فيك تزيدهم مثل ما بدك. هيدا مثلا بدي كبروا اكثر. اوكي لاحظوا لو كابس بخانه وحده خلص هو بيعرف انه هاي الخانه تابع على هيدا الرو، كلهم بيصيروا يكبروا مثل بعضهم. مش الحال؟ طيب تقريبا جهزنا الشكل الاساسي. هلا عندنا هاو الاربعه بده يصيروا وحده، شو كيف عملنا الدمج؟ بنعلم الاربعه رايت كليك شو بنقول له؟ ميرج. وعندنا هودي الاربعه بده يصيروا وحده رايت كليك شو؟ ميرسل. هلا هاو مبينين بدهم شوي بعد يطلعوا اكثر، فينا نرجع نوسعهم من هون. هودي الاثنين شو؟ كمان ميرج، صحيح؟ طيب شو ضل في عنا؟ ضل في عنا هيداك البوكس كله، هيدا ماخذ هاودي الثمانية مع هاو، صح؟ كمان شو؟ مرسل. صارت تقريبا مثل اوراق مثل. هلا بدي اكتب، بكبس هون وبكتب تيبل، اذا طلعت بالعربي ساعتها دغري برجع بحول لشو؟ للانجلش. تيبل 16/3. هون ما في عندي هيدا حرف الار، شو بنعمل؟ انسرت شو؟ سيمبل. اوكي اذا بين عندي دغري هون بين، ما بين بروح بدور علي وين؟ بالسيمبلز. هلا افترض انا دخلت السي، بديش اقعد ضيع وقت دور على الار، فيني اعمل له كوبي، والكوبي دائما على الكيبورد كنترول سي، او بتعمله من هون كوبي. اوكي هيدي بيست بيست بيست. هلا هودي كلهم بدنا نقول بولد وسنتر، وهيدي بدي اياها تصير سنتر. تقريبا صرنا هون مثل بشكل منيح. ضل عندي هاي الكلمة سبورت از لايف، رح اجي اكتب انا سبورت از لايف، بتطلع هي بالشكل العادي. انا بدي ابرمها، كيف ببرمون؟ رايت كليك بيطلع لي رايت كليك على السيل اللي بدي ابرمها، بيطلع لي اوبشن شو اسمها؟ تكست دايركشن. اوكي هون فيني اقلبهم من فوق لتحت او من تحت لفوق، ماشي؟ ولاحظوا بس تقلبون هون السنتر، شايفين كيف بصيروا؟ بالعكس، لانه صار من فوق لتحت مش من الشمال لليمين. طيب كمان فيني اعلمها احطها بولد اذا بدكم، مش الحال. هلا ضل في عندي كلمه شو هون؟ توب اوف بيج. توب اوف بيج عاده وين بتطلع؟ طلعت فوق. اذا حطيتها انا سنتر او حطيتها على اليمين، بس عم تضلها شو؟ فوق. كرمال هيك لا اقدر اتحكم وين التكست بده يجي بقلب السيل، هيدي كلها اسمها سيل، فيني اجي على اللي اوت، شايفين هون حاطين لي 9 مطارح، يعني يا من فوق على الشمال، من فوق على النص، من فوق على اليمين، بالنص على الشمال، بالنص على النص، بالنص على اليمين، وبالكعب نفس الشيء. يعني اذا اخترت هيدي مثلا وين بتصير؟ بالنص 100%. هيدي تحت هون، هاي هيك نحن اياها بدنا، مش الحال؟ لا بقعد بعمل انتر ولا بنزلهم ولا بطلعهم. هو هيدا القصة، انه هون نحن عم نتعلم بطريقة كتير بروفيشنال. اوكي؟ طيب هلا بعد في عندي موضوع كتير مهم، هو البوردرز والشيدنج. اول شيء مثل هيدي السيل بدي اعمل لها بوردرز. في كتير طرق لنعمل بوردرز. افضل طريقة بكبس على السيل وبنجي على الديزاين، بالديزاين في عندي هون شو؟ بوردرز. هلا في بوردر بينتر، في من بصيروا ياخذوها ويرسمون، مش غلط، بس البروفيشنال اكثر بفوت من هون على شيء اسمه شو؟ بوردرز اند شيدنج. اوكي بالبوردرز اند شيدنج بصير في عندي القدره نقي الشكل اللي بدي اياه واقول وين بدي دخله. حتى فيني اتحكم بالالوان تبع البوردرز وبالسماكه تبع الخط تبع البوردرز. بس في شغله كثير مهمه لازم تنتبهوا لها، انه افترض انا جيت نقيت هيدي. اوكي هون شو مكتوب؟ apply to table، يعني هيدي البوردر رح تطبق على كل التيبل. طلعوا اذا اخذتها هيك وعملت اوكي، لاحظتوا كيف التيبل كلها غيرت؟ رح ارجع اعمل undo لالغي الغلط اللي صار، برجع بعيد العمليه، رح فوت من هون على البوردرز اند شيدنج، ولكن هون بدي انتبه اقول له apply to شو؟ to cell. انا هون بدي اشتغل بس مع هالخليه هيدي. هلا شو فيها اوبشن هيدي الخليه؟ فيها مثل دياجونالز. هاو كمان في منهم كثير بيجوا بيجيبوا زيح وبصيروا يرسموه، غلط، لانه اذا كبرت السل او صغرت الرسم بيضلوا محله ما بيتحرك معه. بنيجي لهون بناخذ هيدا البوردر وهيدا البوردر، وهيك مش الحال. اوكي لاحظوا هلا لو فتت عليها لهون وكبرت او صغرت، عم يتغير القياس الدياجون معها ولا لا؟ عم يتغير معها، عم يضلوا 100% دياجونال. بينما لو رسمهم رسم ما حيمشي الحال. رسم يعني كيف؟ insert shapes
وبناخذهم بهيدا الشكل لنفترض في منهم هيك بيعملوهم. اوكي واحد واخذ شيب تاني اثنين بالنظر بتبين نفس الشيء ماشي، بس افترض بعد فتره كبرته لهيدا، انا جيت لكبر مثلا لاحظنا شو صار هون منه مزبوط. اوكي فهمنا الفكره كيف. فاذا نحن ما عم نشتغل بس انه لنشوفها، عم نشتغل بشكل يكون كتير بروفيشنال. هاي سيف. طيب ضل عندي هودي لونهم، هودي بكل بساطه فيني اخذهم من البوردرز اند شيدنج، وفيني اخذهم من الهوم من هون مثل سطل البويا بيقولوا له شيدنج هني. اوكي بختار انا اللون اللي بدي اياه مش الحال. طيب عندي هيدي السيل جاي شو مثل دبل لاينز، بكبس على يا عهاي وبقول له يمينا، يا عهاي بقول له شو شمالا، كمان رايت كليك او خليني مش رايت كليك، خلينا على الطريقه التقليديه اللي اخذناها بالديزاين على البوردرز، البوردرز اند شيدنج. فاذا اهم شيء برجع بعيد ابلاي تو شو سيل، بدي على شمالا بجي من هون باخذ زحين وبكبس وين محل ما بدي اياه. واضح؟ طيب هلا في عندي البوردر هيدي بكبس عليها، كمان بجي شو بقول له بوردرز اند شيدنج، وبجي بقول له ابلاي تو سيل وباخذ شو باخذ هيدي. هلا بدي احط من هون ومن هون، فيني بس احط من هون ومن هون، بدي نحن رح نحطهم الاربعه، بس لا افترض انا بدي اخذ شكل ثاني هيدا من فوق وبدي اخذ مثله بس احمر من تحت. لاحظتوا كيف بتصير؟ بتصير تاخذ الشكل مثل ما انا بدي. اوكي مش الحال فهمتوه هون؟ طيب رح وقف الفيديو هلا